ابن الملكة رازية أختار ميرزا رح يتزوج. نور حسن قريشي، بنت السيد حسن قريشي المحترم. ألف مبروك. نور، اعملي وكتري يا نور، بس اللي بدك اياه ما رح خليك تحصلي عليه، وما بيهمني ابدا قد ما كنتي عنيده، واذا بدك تعرضي رغبتي بوعدك انك رح تتدمري. شي حلو قالت جملتين أو ثلاثة حلوين كتير وظراف، وبعدين راحت بدون حتى ما تسمعني شو كنت بدي رد. بسيطة. شكراً كتير لأنكم جزء من هالدراما. وهلأ انتهت الحفلة. إيه صحيح، لا تنسوا تحضروا مراسم ما قبل الزواج. تعرفوا ليش؟ لأنه ما في دموع. رح يكون في احتفالات، وما بضمن ما يكون في دراما بهالحفلة. بتعرفوا لأنه ببيت الملكة المحترمة رازية على طول بيصير في دراما بالاحتفالات اللي بتصير هون. وهلأ باي. لعمة قديش بتحكي حكي بلا طعمة، قديش غليظة. الله ياخدني إذا عم كذب. أنا كنت مفكرة حالي أزكى وحدة هون بهالبيت، بس تطلع عليك بنتها للخدامة قدرت تغير كل شي بطريقة غريبة. يا الله، أنا صرت معجبة فيها. نور تحولت لحية خبيثة كتير، وعلى قد ما انها خبيثة حاولت تلعب مع الملكة رازية. ايه بس تخيلي تجرب تأذينا. إذا الحية طلعت سامة ما لازم نضربها، لازم نعزف لها على المزمار وبتصير رفيقتنا. عن جد معك حق. إذا بدنا ابننا خالد يطلع من السجن لازم نعملها رفيقتنا لهالحية. هيك صح. خلص شايرة، خبي دموعك، بجوز تحتاجيهم بباقي أيام حياتك. هدول وراء الطلاق؟
آسفة أزهر، ما تحملت تهديدك. وقع أوراق الطلاق وكل شيء بيناتنا رح ينتهي أزهر. أنا بس بدي الإذن مشان روح من هالبيت. رازية شو عم تعملي؟ أنا عم بعمل اللي كان لازم أعمله من زمان. أنت هلأ لازم تتركي هالبيت يا نور. بس ما فيكي تعملي هيك ملكة رازية. لا أنا فيني أعمل الشي اللي بدي إياه. أنت جبرتيني على شي ما تعودت أعمله أبدا. صحيح أنا ما فيني أضربك مثل أمك ياسمين، بس أنا رح أعاقبك على كل أخطائك اللي عملتيها. أنا رح طالعك من بيتي ومن حياتي كمان، ورح طالعك من قلبي. خلصنا، بكفي بقى. أمي شوفي، نور رح تترك البيت يا آزر. يا ملكة، أنت ما فيك تقلعيني من هذا البيت. كل ذكريات أمي موجودة بهذا البيت، وطفولتي مرتبطة فيه كمان. أنت ما فيك تحرميني ذكريات طفولتي وذكريات أمي. هذا بيتي إلي كمان. لو كنتي عن جد خايفة على هالذكريات، كنتي على الأقل عرفتي كيف تحافظي عليها، وكنتي بحياتك ما حاولتي تشتتي هالعيلة يا نور. بس أمي هي. لا تقاطعيني بنتي شايرة، أنا عم بحكي مع نور. ملكة رازية، أنت ليش ما عم تفهمي علي؟ إذا قلعتيني هلأ العالم شو رح يقولوا؟ عندك فكرة؟ رح يقولوا إنه الملكة قلعت بنت أغلى رفيقة عرفتها بحياتها من بيتها وخلتها مرمية بالشارع. طيب شو مشان الوعد يلي وعدتيه لأمي؟ أنت بتضلي تحكي على طول عن حقوق المرأة وعن احترام المرأة كمان، شو تغير هلأ؟ كيف فيكي ترمي هالبنت الفقيرة اليتيمة اللي قدامك بالشارع يا ملكة؟ شو هاد؟ بنت الخدامة فجأة صارت محتالة محترفة؟ ما شاء الله عليها، ممثلة شاطرة. تعلمت منك ومن هي وصغيرة، هذا سبب شطارتها. مزبوط، معك حق يا نور. يمكن أنت فيكي تنسي واجباتك، بس أنا أبداً ما فيني أنسى. وين راحت الملكة رازية؟ راحت تتخبى، أكيد راحت على غرفتها تسكر الباب وتبكي لحالها على الساكت. أوف يا الله، الملكة رازية كركبت كل شي، أكيد ما رح نضيف كل هاد. رح نادي لهالغبية مع شوكة مشان ترتب.
هي أحلامك، بيت كبير وحلو وفخم ومعه خدم كمان وسيارات غالية وحديثة مثل ما بتحبي. أنا بملك 25 مليار يا نور، ورح أعطيكي 70% إلك أنت لحالك. أمي أذان وبيتي بدلهي والخدم والسيارات، خديهم كلهم إلك يا نور، وهيك بتضلي قاعدة مبسوطة ومرتاحة بكل حياتك وأمورك. ياسمين كانت على طول تضربك، أما أنا يا نور فرح أعمل معك العكس تماماً. خدي كل هذا اللي قلت لك عليه واطلعي من بيتي فوراً. يا أزجار رح تصيبني أزمة قلبية. ليكي سوريا، إذا أخذت 70% من الأملاك نحن شو رح يطلع لنا؟ شجرة؟ أنا آسفة يا ملكة، نور ما بتعقد صفقة مرابحة. يا الله، مفكرة 70% قليلة؟ نور الطماعة. صح أحلامي هون بهاي الوراق، بس مو سعادتي ولا حتى حبي. آذان مانو فيهم. لهيك أنا بعتذر منك، ما رح أقبل بهالعرض. يا الله، هلأ بلشت أحس حالي أحسن شوي. بصراحة أنا شفت كتير أغبياء بحياتي، بس مثل نور ما شفت غبية. هذا الشي منيح، أنا مبسوطة كتير بالغباء تبعها. بس 70% من أملاكك؟ أنتي هيك تمنتي ابنك؟ معقول؟ كتير قلال يا ملكة رازية، هلأ صرتي تتاجري بابنك بدل ما تكوني أم. نور! الحب أعظم من الصداقة، والتقدير كمان بيكون أعظم بكتير من الحب، وأمي يا نور أعظم من كل شيء. انت قللتي من احترامها، والشخص يلي ما بيحترمها لامي لازم يتعاقب. انا ما بين مرة ابدا، هالشي ضد مبادئي وضد تربايتي كمان. بس انت هلا يا نور رح تخليني انسى كل مبادئي وتربايتي لانك قللتي ادب مع امي. اذن اهدأ. كنت ساكت وانتو التنتين قررتوا عني حياتي. انتي وعدتي يا شايرة، وانا وفيت، ومشان عنادك انا عم نفذ طلبك. بس هذا مو معناه انك تقللي ادب مع امي وتتجاوز حدودك. عيدية كمان مرة وشوفي شو رح اعمل فيكي يا نور. جربي خدي شي من ممتلكات امي يا نور،
وشوفي شو رح يصير وقتها. انتي تجاوزتي كل الخطوط الحمر يا نور، وخنتي الوعود اللي قطعناها، وهلأ إذا بدك تتراجعي رح تلاقي حالك وحيدة. خلص وجعنا راسنا بما فيه الكفاية، ومنشان هيك لا هالزواج رح يصير ولا نور رح تبقى هون بالبيت. أنا آسفة أمي، بس إذا في حدا رح يطلع من هالبيت فهو أنا. شايرة استني. وين رايحة؟ مظبوط، انتو التنتين اتفقتوا على شرط وانا قبلت فيه لهالشرط. هلأ انا شرطي اني رح وقع اوراق الطلاق بس لما تنتهي مراسم الزواج. أزن ما بيصير هيك، كيف بدك تتزوج من دون ما تطلق؟ وليش لا؟ ما نحن بدنا نتطلق بدون سبب، وأنا هلأ عم بتزوج بدون حب. معناتها قليلي، ليش ما فيني اتزوج بدون طلاق؟ لهيك شايرة تعالي لهون، بدي اياكم تسمعوا شرطي منيح. انا رح وقع على اوراق الطلاق بس من بعد ما تنتهي كل طقوس زواجنا، يعني مرتي الاولى رح تكمل طقوس الزواج كلها. من مناسبة الكركم ولحتى نوصل لمناسبة الحنة وكل شي ذكرته راح تعمله شايرة. شي كتير حلو اني شوف زواج من بنت قبل ما يطلق الأولى. أزان لا تعمل فيني هيك، أنا ما بقدر. طالما أنا عملت يلي بدك ياه ولو اني كنت ضده، معناها لازم تتوجعي مثلي. وأنا موافقة. أنا قبلت الشرط، اتفقنا آزم. شايرة بتعتبر حالها وكأنها بنتها لأمي، يعني فعلياً شايرة بتكون مثل أختي، وباعتبارها أختي لازم تعمل طقوس العرس وتفرح لي. وفي شغلة، الكل رح يكونوا من طرف العريس، الوحيدة اللي رح تكون من طرف العروس هي شايرة. وأنا واثقة كتير إنه شايرة ما رح ترفضني. يعني بالنهاية أختي شايرة وعدتها لإلي. أنا بوعدك إنه تكون سعادة نور، مسؤوليتي أنا يا خالي. صح شايرة؟ ممتاز. هلأ رح نعمل عرس بالبيت، عرس ما في حدا شاف مثله أبداً من قبل ولا حتى رح يشوف. أمي، أنا بدي أرتاح أزقاري، كل يوم في عنا دراما أحلى من اللي قبلها،
ببيت الملكة رازية وحياتها. سوريا اسمعيني، وعد رح يتدمروا كلياتهم. هلأ لازم نفكر نطالع ابننا من السجن، لازم تلاقي طريقة.